أمي لا عم تبكي يا قلبي، رح رجع لك أخي لا تخافي. يلي ما عم صدقوا لهلا إنه كهاني راحت اشتكت للشرطة. خلاص لا عاد تبكي كهاني، خبروني إنه أنت يلي بلغتي عن أخي، صح هذا الحكي؟ أنا بقول لك الحقيقة. كهاني مفكرة إنه روبا أجهضت ابنها بسبب روناك. قلت لها أنا كنت موجودة معهم بالغرفة. روناك ما عمل شي ساعتها ولا حتى مد إيده عليها. شو قصدك؟ ما عم أفهم شو اللي عم بيصير بهالبيت؟ كهاني أنا بعرف منيح إنه ما رح تعملي هيك شي كبير بلا سبب. خبريني بالحقيقة لأفهم. ليش ما بتسأل روبا عن الحقيقة يا يو؟ روبا ما تحكي، ليش ساكتة؟ خلصيني. عم اسمعك، يلا احكي. يوغ انا ما تكملي. لا تخافي احكي كل اللي صار. يوغ بصراحة وقعت لحالي. سمعت يوغ؟ انا قلت لك هاي مجرد حادثة. ليش خايفة تحكي يا اختي؟ انتي مالك اي ذنب. لا، يلي صار أبداً مانو حادث عادي، يلي صار بسبب روناك، وأنا عندي دليل على هذا الحكي يا جماعة. وشو دليله؟ احكي بابا. كهاني معها حق بهالحكي يوك. انتي شو قلتي؟ المسؤول عن إجهاض بنتي روبا هو روناك. هو هلأ لازم يتعاقب على الشي اللي عمله معه. فتحت عيوني على الحقيقة كهان. صدقيني ما بعرف كيف بدي ردلك هالمعروف. شو عم تعملي؟ روناك بالسجن وانتي جاي تقولي انه هو السبب؟ عاساس رح تطالعي؟ مو انتي يلي وعدتيني ترجعي لي ابني قبل غياب الشمس ولا نسيتي شو قلتي؟ شو صار هلأ؟ انا تذكرت واجبي تجاه بنتي ساروج. انا ما فهمت، يعني ما رح تنفذي وعدك؟ ابنك سبب اذى لبنتي وخلاها تجهد طفلة، وانتي عم تبكي على وعد تافه يا ساروج؟ اللي عملته كهاني كان كتير صح. روناك كتير زودها آخر فترة، ما عاد فينا نتحمل هاي التصرفات اللي عم يعملها. هذا الولد لازم يتربى هلأ. هذا الحكي عن جد؟ طيب ليش ما دافعتي عني أول شي؟ انتي عم تشكي بنيتي تجاهك يا روحي؟ ما كان بدي أخرب لك بيتك لأني بخاف عليكي يا روبا. طبيعي إذا صارت مشكلة حاول ما كبرها، بس قصة الإجهاض ما بينسكت عليها. يعني العيلة كلياتها هلأ مفكرة روناك هو السبب بالإجهاض، مو هيك؟ شو جونجان؟ مو كنتي بالغرفة بوقتها؟ يلا قولي الحقيقة، احكي ولا تخافي، لأنه إذا اتهمنا حدا بهي القصة لازم يكون في عنا دليل على حكينا. قولي للعيلة كلها يلي صار. يلي عم يصير كتير صعب على حماتي، بس يلي عم تساوي إرفاتي كمان غريب كتير. كيف لحتى حسيت فجأة بالأمور؟ أستاذ اسمعني،
كل يلي عم اطلبه انه نطالعه بكفالة، بظن انه هالشي ما انه مستحيل لحتى تضل تقلي ما بيمشي الحال. عم بقلك هالشي مستحيل، البنت مبارح حربت، شلون بدي اعمل لها الكفالة؟ كيف يعني؟ عم قلك بدي اياها بالذوق بالمصاري بالحيلة، اعمل اي شيء. كل يلي بيهمني انه تطلع. لا عاد تقلي هذا الشيء مستحيل، حط المبلغ اللي بدك اياه، انا رح ادفع قد ما بدك، المهم عندي انه تقدر تنهي القصة باسرع وقت. واصحك انك تخليني عيد هالكلام. عم قلك هالبنت ما لازم تنفد بعملتها مهما صار، فهمان ولا لا؟ انا ما رح خليها تنفد بعد ما شوهت سمعة أخي وبلته بكل هالتهام هي. أنت بتعرف منيح إنه أخي بعمره ما فات على محل دخان لتفوته بالقضية هي. شي الوحيد يا أستاذي اللي بدي إياه منك إنه تاخذ عقابة وما تتساهل معها أبداً. حاول إنه تنحكم بأقصى عقوبة ممكنة. تقدر على هالشي؟ خلاص أنت تصرف. طول بالك حبيبي كرمالي. يعني كيف بدك يعني طول بالي؟ انتي ما بتعرفي قديش بحبه لأخي وشو بيعني لي. لو كان بإيدي لحتى خليه هون بالبيت وما خليه يطلع لبرا لو شو ما صار، على القليلة بحميه، ما بخلي هيك نوع من البنات يأذيه، رح يكون بأمان أكتر. أنا بعرف منيح إنك بتحب يوجي كتير وخايف عليه، بس هدي حالك شوي، نسيان إنه اليوم مهم، بدنا نكمل مراسم الزواج. يلا امشي، لازم تكون معه. نسيت إلا أنا بدي منك شوية مصاري مشان جيب له هدية. صحيح إنه معي كتير مصاري، بس أنا ماني مبسوط أبداً. ليك ما تشغل بالك، تعال. حبيب البابا، ليش رجعت؟ شو نسيان؟ بعتذر بابا، بس نسيت طاقيتي. أوه دخيله الحلو، جيبها. حبيبي حطيتها هنيك، يلا. بابا مكتوب هون، هذا اسم بابا. يا سلام. أختي الكبيرة أنت منيحة؟ إيه لسه ما طبتي منيح وحاملة هالجرة فوق راسك، أنت ما كان لازم تتعبي حالك معنا، كتير تقيلة. لا ولا يهمك، أنا كرمال عيونهم بحمل الأرض لو فيني، ما رح تتعبني هاي الجرة. وعلى كل حال بعد المهزلة اللي عملتها الرقاصة، صار وجودي كتير مهم بكل المراسم، ضروري وقفها. هيك في معك حق يا أختي، أنا لحد هلأ ماني مصدقة شو صار. معقول كهاني يطلع معك كل هالشي؟ تعرفي أنا لساتني خايفة تجي اليوم كمان وتعمل لها شي مشكلة. لا مستحيل خليها تقرب من بنتي وأنا موجودة، أنا ما رح أسمح لها ترجع تجي، يعني كلها شقفة رقاصة. يوك بتعرف إنه وجودك بحياتي نحس، لو ما كنت أخي كنت هلأ مع عروستي الحلوة بشي جزيرة عم نرقص سوا، بس أنت هيك ما بتحب تشوفني مبسوط بنوب، ما بعرف ليش، مع إنك بتكون أخي الوحيد، بس ليش هيك بتعمل فيني؟ ما عم أفهم. ها؟ الناس كانوا من زمان يتجوزوا مرة ومرتين وثلاثة، ها؟ بس حظي سيء لأني إجيت بهالوقت. الزمن دائما صح يا أخي، البشر يلي بيغلطوا، مثلك هلأ، كل يلي بتعرفه إنه كهاني هربت من السجن. يلي ما بتعرفه إنه أنا يلي هربتها لحتى تبعد عنك للأبد. حبيبتي دولي، شو يعني ما في مي بالبيت؟ بلا في. لكن ليش حاملة هالجرة على راسك ورايحة جاية فيها؟ فهميني. باتانجي أنت عن جد غبي بجدارة. هاي مراسم الزواج باتانجي، نحنا بكل عرس منجيب هاي المي المباركة،
ومنحمم العريس والعروس فيها. هي المراسم نحن عملناها بعرسنا شو نسيان؟ كنت سارح بجمالك لدرجة إنه ما شفت شي حوالي أبداً. شبك حبيبتي؟ أنت ليش هيك متوترة؟ شوفي، أنا واقفة معك ضد هديك البنت، ما يهمك، كملي مراسم الزواج وخلي قلبك مطمئن، وأنا رح أتصرف بالباقي. طالعة بتاخدي العقل. فينا نبلش هلأ؟ أكيد، يلا. ماما، عملت طيارة بورقات بابا. يا عيني. هاي تكت الطيارة تبعي أنا وكهاني، أكيد إذا حدا شافها رح أنفضح وأتبهدل قدامهم. رح نركب هالطيارة ونسافر لبعيد مع هارش، كأنه هالورقة كرت طيران مكتوب عليها اسم المسافر كمان. حماتي أنا بقراها. ليش أخي واقف خايف كل هالقد؟ لتكون هي تذكرة سفرته هو وكهاني؟ هاتي مرت أخي أنا بقراها. ولمين هي التكت؟ رجلي معاد حملوني من الخوف من حماتي تقوم تكشف قصتي. يوك، لا تخليها تعرف الحقيقة. شو، مين اللي رح يسافر؟ لا حماتي، أنا رح فهمك. بصراحة أنا ويوك كنا ناويين نسافر برا البلد، مو هيك؟ إمتى؟ لوين رايحين؟ لوين بدنا نسافر أخي؟ عن جد عم تسأل؟ شو صاير بذاكرتك؟ شايفين كيف نسي إنه هو عريس هلا؟ لك شبك؟ لغينا الرحلة بسبب زواجك، شو نسيت؟ قول إيه يا أخي، قول إيه. يلا، أحسن ما حماتي دخل على رقبتي. شوفوا، أكيد تذكر. إذا ما بدك تلعب معي هاتا، بلعب لحالي. شو يا جماعة، ما بدنا نبلش؟ أكيد أختي الكبيرة، بس التهينا شوي بسيرة السفر، هن انشغلوا عقلي فيها. لازم لحق جيب الورقة قبل ما هارشي طيرها مرة تانية ويبلشوا استجواب فيني، وبعدين خبيها منيح، ما لازم انفضح. لو وقع هاي الورقة بإيد حدا كانت انكشفت الحقيقة، ومرت أخي ما رح تتقبلها أبداً. لازم أخذها من هارش بسرعة. لوين رايح؟ عرسك ما خلص، في لسه كتير مراسم لازم تعملها، واقف عندك. لحظة جونجا، انتي ليش ما لبستي الأساور اللي قلتلك تلبسيهم؟ شكلي نسيتهم بالغرفة، يلا رايحة أجيبهم. ولا يهمك، حجب لك ياهم. وأنا رايحة معك. أول شي كانت كهاني هي اللي واقفة بطريقي، وهلأ صارت الإسوارة حاجز بيني وبينه. بس بالآخر لو شو ما عملتوا ما رح تهربوا من إيرافاتي. جهزي حالك، هاي المرة رح تكون غير كل مرة كهاني. أنا رح خليكي تتمني تموتي، بس أمنيتك ما رح تتحقق. ساحرة خافت لما شافتني، والحية ماتت لما لسعتني. قالت كهاني خلينا نشتري لأمك أكلة الحلو اللي بتحبها كتير، لهيك جبت لك إياها معي وأنا راجع. Thank you.
مساء الخير. شو بدك عم تطلعي لهنيك؟ طلعي بهالجهه. الحلو عم يجهز الحليب بالمطبخ كأنه عم يجهز لشهر العسل تبعه، مو شايفة؟ إيه شو عليه؟ أنا علي إنه أحلام، والأفندي هون بيحقق أحلامي. أنا هلأ رايح، برجع، اتذكرت شغلة، بشوفك. كتير صايرة عم تبكي يا ساروج، شو رأيك توقفي عن البكي؟ أنا هلأ بس بدي شغلة واحدة منك. ليكو جاي، هلأ بتعملي مثل ما قلتلك. يوغ؟ نعم أمي. أنا بدي أحكي معك بخصوص كهاني. أمي إذا بدك تحكي على كهاني ما بدي أسمع أي شيء. ما رح تسمع كلام أمك؟ أنا ما بدي أسمع من أمي أي كلمة عن مرتي. كتير منيح. مستغربة مو هيك؟ إلك دقيقتين ما بكيتي. لا لا تزعلي، هلأ خلص شغلي معك، ومن هلأ أنتي فيكي تكملي بكي. اجت المدام كهاني لهون وعملت عملية الإجهاض وأنا كنت حاضرة. مزبوط أنت عملتي هالعملية؟ إيه. ومين كان أبو؟ أخو كروناك. هديك اللحظة كذبة، والحب كان كذبة كمان، وانتي يا كهاني كذبة. اختي هدول الناس كتير سيئين، خلينا نروح ونترك هالبيت. لكي كان عم بيقلي انه ضيعت العم بتانجي حلوة وبتطير العقل، امشي حتى نروح نعيش هنيك.
جون جان، ليش عم تحرقي أعصابك هيك؟ أنت مجروحة هلأ. ارتاحي بالأول وتعافي منيح، وعندك العمر كله للخناق صح؟ ما بقى في داعي للخناق بنوب أختي. هلأ لما بيرجع يوب متأكدة رح يقلع هديك الرقاصة الوقحة من البيت، بس أنا زعلانة مشانك أنتي لأنه صهري، بس واثقة أنه كهاني هي اللي وقعته بشباكة. روحي وورجي وثيقة الإجهاض ليوب. ليكي جونجان، برأيي ترتاحي هلأ. حاضر، ولا تزعلي أبداً يا روبا. اعتبري أنه الغلط اللي ارتكبه زوجك مع كهاني كان السبب بإنقاذ أختك جونجان. يوب انت وينك؟ تعال بسرعة، هالحقيرة كهاني رجعت مرة تانية وحاولنا معها بس ما عم تقبل تطلع. رجاء نرجع بسرعة، بركي بتقلع من هون. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.